السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله من ريف المعرة الشرقي من قرية الحبار. نزحنا من شي سنتين ونص على منطقة الشمال السوري. ساكن حاليا بمخيم شرقي كلي، مخيم الحبار. في عندي أطفال مريضين، عندي 5 أطفال، عندي 3 ذكور وعندي بنتين. البنتين مقعدات نهائيا، عاجزات، ما بيحسين يمشيني نهائيا. في واحدة من البنات هاي الكبيرة فيها 9 كسورة وأجريت لها عمليات، في عندها سياخ برجليها لأنه تكسرني تنتين، في عندها قصر بجرها الأيمن، وضعها صعب. في عندي آمنة أصغر منها، وضعها صعب بشكل، وحالتها صعبة وحرجة، فيها 18 كسر. 18 كسر صار عندها التواء بيدها والتواء برجليها تنتين، وفي عندها قصر بأجرها الأيمن من عدة الكسورة. يعني في وحدة من رجليها فيها تقريبا 12 كسر الأيمن، فصار عندها التواء وقصر. في عندي ولد عمره 3 سنوات كمان في عنده كسر بالجمجمة. في عندي ولد رضيع عمره 8 أشهر كمان تكسرني إيديه تنتين وصار عنده التواء بإيده الأيسر. في عندي الولد واحد الوحيد اللي ما انكسر، عبد الله، وضعه الحمد لله مقبول، ما صار معه ولا كسر، بس بيشكي بالليل أو الصبحيات بعد ما يفيق بيصير يبكي كثير. نسأله بيقول لي مثلا يا أبو رجلي كلها يوجعني أو جسمي كله يوجعني، فبصير بسأله مثل المساج بسيط بيرتاح. كمان خواته نفس الحالة، يقعدني بالليل ويصير يبكيني، بقى بصير بدلك لهم جسما بزيت أو بأي شيء طري بحيث أنه ترتاح وتحسن تنام. بالنسبة للنوم نومتهم صعبة، ما بيحسن يشطحني نهائيا على ظهره، دائما بيلمني مد رجليها وتنام كب على الأرض، بكون خدها على الحصير، ما بتحسن، يا أما بتقلب على سيفها وتطوي رجليها، وإذا حاولت تنام على ظهرها بده يكون رجليها نازلات على خدها، ما بتحسن، لأنه مجرد ما بتمدهن بده يصير عندها كسر. مريم قاعدة جلست ظهرها هيك عادي، صار عندها طاقة، عندها ضلع بظهرها. بنتي آمنة باركة مقعدة، مجرد ما لبست بنطلونها انكسر الفخذ. خلال 10 أيام 4 أجبارات وما مشى حالها، لحتى سوينا لها جبيرة كاملة من الصدر لأسفل القدم. علق للأولاد كلياتهم نفس المرض، المرض هو هذا هشاشة العظام أو الاسم النظامي سوء التصنيع العظمي اللي فيه، مرض الوراثي. اكتشاف المرض إجا متأخر شوي. بالنسبة لمعاناتهن لا حول ولا قوة، يعني صار فينا مثل دوام الرسمي، بنداوم بالليل وبالنهار، معاناة بشكل صعب، وضعهن صعب بشكل. يعني أنا الفترة هاي الأخيرة صار لي 2 شهر النوم صرنا نحلم فيه، بدي سهرها للصبح، وبالنهار كمان بدي يشيلها وباخذها وجيبها. في عندي مثلا مريم بعد القصر اللي صار برجلها، هو ما كان فيه قصر بس لانه وقعت وانكسرت وسوينا لها عمليه السياخ، فسحبنا السياخ منها انكسر فخذها، فصار عندها قصر 5 سم تقريبا. هلا بدها تروح على المدرسه، دوامها بالمدرسه بعيد المدرسه عني 15 متر، بدي يشيلها وديها، ولما رجع بدي كمان يشيلها وجيبها على الخيمه. امني كانت تدرس لغة الدراسة لأن وضعها صعب ومأساوي بشكل، والحمد لله رب العالمين. الأولاد الباقين يعني حتى هن البنات كمان والأولاد ممنوع يلعبوا، يعني حتى محرومين من اللعب مع بعضهم ومع الأولاد الجيران اللي ساكنين حولتنا. يعني إذا كان باركين بالخيمة مجرد هن باركين عم يتكسروا، فممنوع يلعبوا مع هذا، مع بعضهم ممنوع يلعبوا. المرض اللي موجود فيهن بيعمل فشل كلوي، فهلق باخذ لهم وقايه للفشل الكلوي، والمشكله انه الدواء مفقود، يعني ما عم نحصل للعلبه، يعني بجوز كل 2 شهر لا حصل لي علبه وما عم نحصلها، هلق الدواء مقطوع نهائيا. نشدد كثير
منظمات مثلا انه التواصل الاجتماعي ما استفدنا شيء نهائيا. نحن حبينا انه مثلا نسفرهم على دوله ثانيه يتعالجوا، لعل الله عز وجل انه يرحمهن وانه يشافيهن ويعافيهن، ويصير مثل اي بنتين، يلعبني بيمشيني بيخدمني نفسهن، اقل شيء بيخدمني نفسهن، بيروحني بيرجعني مثلا. الحمد لله رب العالمين، امنيتي انه الله هيك يشافيهن ويعافيهن، وانه مثلا انه اذا غبت عن هالبيت بضل مشغول بالي معهم، ما بس نخليهم انه يطلعوا برا الخيمه، لانه وضعهم صعب وبتكسروا من لا شيء، من اي شيء بيتكسروا، يعني احتمال وهي عم تزحف تنكسر. نتمنى من الله عز وجل انه هيك الله يشافيهن ويعافيهن ونلاقي لهم علاج او تخريجهم على تركيا او اي دوله، لعل الله عز وجل انه يشافيهن ويعافيهن. Thank you.